النص الثاني هذا كتبته بعد زيارة للأندلس، أما أني حاولت جهدي، حاولت بكل ما أوتيت من قوة أني ما أكتب، لأنه الموضوع جدا فكريا مشكل. موضوع هذا الأندلس يبغى له واحد يعيد التفكير فيه، لكنه من أول ما تروح هناك تفقد كل قواك الفكرية، تسترخي يعني، تصير المسألة ليست حسابات عقلية، حسابات عاطفية محضة يعني. فالنص بعد زيارة لمجموعة من المدن الأندلسية في الجنوب الأسباني، النص عنوانه أندلسان، ويعني فكرته الأساسية أنه في أندلسين مش أندلس واحد. أندلسان، الذاهبون أهلة وغمامة، تركوا شبابيك البيوت يتامى. الذاهبون أهلة وغمامة، تركوا شبابيك البيوت يتامى. خرجوا ولم يجد الفراغ خلاصه أبدا، ولم تلد الجبال خزامة. خرجوا ولا أسماء تحرسهم، وقد كانت ملامحهم تسيل هلاما. لا يحملون سوى القليل من الذي في ضوئه نحت المجاز رخاما. ها هم وقد سقط المكان وراءهم وأمامهم، والوقت عنهم قاما. دخلوا القصيدة وهي تغلق نفسها، وتجمعوا في الذكريات ركاما. فيما شقوق الليل تسألهم متى ولما وكيف ومن وهل وعلاما، وصلوا إلى الصحراء سابع ليلة تبكي، وقد نصبوا الحنين خياما. هم صوتنا الآتي من الوسواس، إن حاصرته لتحد من تنامى. لا شك هذا الملح في أجسادنا منهم، ولن نعمى ولن نتعامى. لا نستطيع الماء ينسى أنه ينسى، ويرفض غربة ومقامة. لا خلف للأنهار، لا تاريخ، لا نوستالجيا، أبدا تسير أمامة. هي وحدها من لم تقف في عمرها لتقول للطلل الأخير سلاما. لكأن مطلقها تجاه مصبها جعل الرجوع إلى الوراء حراما. يا أنت أندلس المكان قريبة، مقدار ما القوس استعاد سهاما. سلم على المفتوح من أبوابها وادخل لتقترح الكؤوس نداما. لا بأس، دع عينيك في حزنيهما أمويتان وتطلبان شآما. لا تخشى من قشتالة، فالآن قد صارت أقل توجسا وصداما. قالت لظلك حين سلم نفسه غد، ثم عد بعد الغياب لماما. هي حصة لك في الرجوع، فسمها مثلي زيارة أصدقاء قدامى. لا تخشى من قشتالة، فالآن قد صارت أقل توجسا وصداما. قالت لظلك حين سلم نفسه غب، ثم عد بعد الغياب لماما. هي حصة لك في الرجوع، فسمها مثلي زيارة أصدقاء قدامى. يا أنت أندلس الزمان بعيدة جدا، فكل اليائسين إماما. غرناطة ما لا يزار، لأنها وقت، وهذا الوقت صار حطاما. لا تنخدع بالضوء، فوقك نجمة نامت، ولكن ضوءها ما نام. إن الموشح عاد عن ترتيبه، والصقر في الرايات طار حماما. لا تسأل الأبواب عنك، وقل لها يا لوحة لا تعرف الرسامة. إن الموشح عاد عن ترتيبه، والصقر في الرايات طار حماما. لا تسأل الأبواب عنك،
وقل لها يا لوحة لا تعرف الرسامة فيما وأنت تشيخ في هذا الصدى، وعلى الدخان تعلق الأيام، صف لي وقوعك في الرثائيات كي يقع الغريب على الغريب تماما.